المدرب لوكاس الكاراز قام بتغيير واحد قياسا بالتشكيلة اللي تعادلت في جرانكاز أساسيا منذ البداية على حساب فران ريكو. بران أنجولو فريق جرانادا يتحرك بسرعة ممتازة، كرة دور المغربي يمشي كرة لليسار أنجولو، المجهود الكبير لجرانادا الآن يحاول المرور، رائعة إمكانية التصويت، يغير المكان كان في ملعب سانتياغو برنابيو. عليه يمشي اليوم على اليمين يروح يا سلام يسدد لكن بعيدة، محاولة أندلسية لم تكن مثالية. فرانسيسكو بيتي وخوزي ريفيو في محاولة لبا تعود مرة أخرى لجرانادا. ياسين إبراهيمي الدولي الجزائري يراوغ يرجع ليه مودريتش كذلك بالمساندة على ثنائي برشلونة وأتلتيكو مدريد. ياسين مع الميلان 2003 بالأولد ترافورد، كارلو أنشيلوتي فاز بلقب كأس أبطال أوروبا بعد انتصار على اليوفي بركلات الترجيح مع فريق الميلان. ياسين إبراهيم الجزائري مخالفة ضده لكانت 20 دقيقة لعب. مشاهدينا الكرام أجد مرتدة يستميت ياسين إبراهيم الجزائري، حكم يخلي له مبدأ تحت الفرصة. خيسون مع الريتس العملاق الإنجليزي ليفربول في 77 في 78 وفي 81 بوب بيسلي الثالث هو أنطوان غريزمان للريال سوسيداد ب 12 وعنده 16 هدف. يوسف العربي مع جرانادا، ياسين إبراهيمي يمر أمام كرباغان، إبراهيمي الرائع الجزائري ممتاز والحكم يقول تمس. صعوبة خيار من أجل احتواء ياسين إبراهيمي، انتباهة الدفاعية الرائعة لفريق جرانادا، دفاع الريال غير مؤمن على روحه من ياسين إبراهيمي من يوسف العربي من أنجولو. ياسين إبراهيمي دور دفاعي كذلك يلعبه الويلزي كانت بيت كروتين في الهامبتون بارك في الايبروكس لما فاز او براين أنجولو. ياسين إبراهيمي الجزائري يغير لليسار بيتو أنجولو، لا كلام ولا سلام يا عبد السلام دفاع فريق جرانادا يحب يرجع للدار لكاردف لعاصمة الوينس. ياسين إبراهيمي كذلك أمامه تشابي ألونسو هجمة يرجع كورتو لإبراهيم أنجولو. ياسين إبراهيمي ياسين إبراهيمي الجزائري أرجع لفريق جرانادا. ياسين إبراهيمي يمر الجزائري ياسين يراو لكن وين يرجع من جديد يوسف العربي يوسف ياسين يا سلام عمل و46 للأحمر وأبيض الأندلسي. مرة أخرى الكرة في وسط الميدان لخوزي ريسيو. ياسين كرة منظومة رائعة بيبي فتح المخالفة لكريستيانو رونالدو. رونالدو ألونسو مخالفة ليه تشافي ألونسو. ياسين إبراهيمي يناقش في الحكم يطالب بكبار العقابات. عذاب في عذاب المباراة يبدو أنها باحت بكامل أسرارها. ياسين إبراهيمي إمكانياته رائعة فنية كبيرة. ياسين إبراهيمي أقوى الأندلسي ياسين إبراهيمي يغير كرة ممتازة
يعود الريال الآن إلى مركز الصدارة. كما قلنا مباراة برشلونة مالاغا وأردي عكس من رونالدو لياسين إبراهيم. حاول جرانادا دائما وأبدا أن يسجل هدف في سانتياغو برنابيو، الموسم الماضي لم يسجل. عربي ياسين إبراهيم، الكرة الجزائرية المغربية، حاليا نيامي كان لم يتقدم. ياسين عنده فنيات رائعة جدا لكنه لا يمر الآن. الصدارة الإسبانية والانتظار بالثنائية، اشكون كيف ريال مدريد هذا اليوم؟ نفسات أرقام مذهلة للريال، خامس انتصار متتالي. الدقيقة الأخيرة في عمر الوقت البديل. أعود بكم الآن من جديد في الأستوديو التحليلي رفقة زميلي خالد ياسين.